وللاقتراب أكثر من انخفاض نسب الإصابة بفيروس كوفيد 19 في إمارة أبوظبي، تنضم إلينا عبر مايكروسوفت تيمز الدكتورة فريدة الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الأمراض المعدية في مركز أبوظبي للصحة العامة والمتحدث الرسمي للقطاع الصحي في دولة الإمارات. شكرا لتواجدك دكتورة فريدة معنا في علوم الدار. في البداية، كيف وصلت أبوظبي لهذا المستوى الآمن في مواجهة الجائحة؟ وهذا ما تثبته الأرقام والنسب دكتورة التي كشف عنها اليوم. طبعا أود أن أستهل حديثي بالشكر لقيادتنا الرشيدة، لأن متابعتهم المستمرة والحثيثة لجميع المبادرات وأطلاقهم للمبادرات المبتكرة في دولة الإمارات وفي حكومة أبوظبي على وجه التحديد، نجد أننا اليوم نجني ثمار هذه الجهود والإنجازات التي تمت. طبعا تربعت دولة الإمارات على قمة دول العالم وحصدت المركز الأول في الكثير من المبادرات الخاصة بجائحة كوفيد، ابتداء من مرحلة التصدي وحتى اليوم وبدأنا في مرحلة التعافي ولله الحمد. واليوم نسجل في إمارة أبوظبي من يعني أقل النسب التي تم تسجيلها، وهي 0.2% من نسبة الإيجابية، وهي يعني نسبة مبشرة بالخير. وأكيد أن يعني من العوامل التي ساعدت على ذلك، هناك العديد من العوامل، منها جودة القطاع الصحي وأيضا المبادرات التي أطلقتها حكومة أبوظبي في الفترة الماضية، مثل المرور الأخضر، المبادرات والبروتوكولات التي تم إطلاقها في كافة القطاعات، وأيضا مواصلة الجهود في التصدي للجائحة من خلال برامج التقصي المستمر والفحص والتطعيمات الموجودة. أيضا يجب أن لا ننسى أن العامل الأهم في ذلك هو إشراك المجتمع في جهود احتواء المرض. نعم، وأيضا تعاونهم المستمر في التطعيم وأيضا في الالتزام بالإجراءات المعمول. نعم دكتورة، بالحديث عن المجتمع وبعد الوصول لهذه النتائج المميزة في مواجهة الوباء، ما هي الرسالة للمجتمع لاستكمال رحلة التعافي دكتورة؟ رسالتنا أننا نحثهم اليوم على مواصلة التزامهم للحفاظ على هذه النتائج التي تم تحقيقها حتى الآن، لنصل إلى التعافي التام والمستدام إن شاء الله. إن شاء الله. دكتورة فريدة الحوسني المتحدث الرسمي للقطاع الصحي في دولة الإمارات، شكرا جزيلا لك.